بوصلة 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 ما أجمله مثل الغيوم المرسلة من كل فن باقة فاحت هنا في بوصلة بوصلة بوصلة. مرحبا بكم في بوصلة جديدة نتحدث فيها عن التربية وما أدراك ما التربية. في التربية عندنا أيها الأحبة شيء يسمى الفروق الفردية ما بين أطفالنا. أطفالنا يتشابهون لكنهم ليسوا بنفس القدرات وليسوا بنفس الخصائص وليسوا بنفس التفضيل. كل طفل من أبنائنا لديه خصائص خاصة به ولديه أيضا تفضيله الخاص به. نحن يجب كمربين وكآباء وكأمهات وكمعلمين أن ندرك أن هناك فروق فردية تحصل ما بين أطفالنا. هذه الفروق ليست فقط فروض ظاهرية من خلال الطول والوزن ولون البشرة، لا، هناك أيضا فروق حتى على مستوى الإدراك، وهذا يجعلنا يجب أن نفكر دوما في أطفالنا كيف نستطيع أن نتعامل مع كل تفضيل من تفضيلات أبنائنا. حتى نفهم ما نقصد بكلمة تفضيل لكل شخصية، خذ الآن قلم واحضر ورقة. إذا كنت تكتب باليد اليمنى امسك القلم والورقة باليد اليسرى، حاول أن تكتب اسمك. إذا أردت أن تكتب اسمك باليد اليسرى سيجد أن هناك صعوبة. طيب لماذا هذه الصعوبة؟ لأنك لا تفضل هذه الطريقة في عملية الكتابة. كذلك أيضا الطفل عندما يكون صغير عنده مجموعة من التفضيلات موجودة في داخله، هو يفضل أن يتعلم بهذا الأسلوب، هو يفضل أن يلعب بهذا الأسلوب، هو يفضل أن يتعامل مع الآخرين بهذا الأسلوب. بعض التفضيلات تحتاج إلى تهذيب وبعضها لا، يجب أن ننميها، يجب أن نحترمها عند أطفالنا. إلا أن التحدي الأكبر عندنا أخواتي الكريمات أخوتي الكرام هي فيما يسمى المقارنة الظالمة. نحن أحيانا نقارن أطفالنا مقارنات ظالمة، أقول فلان يتعلم أفضل من فلان. يجب أن أدرك أن هذه قدرات مختلفة، أنا دوري أن أسهل وأساعد في عملية التعلم، لكن لكل واحد منهم طريقة وأسلوبه الخاص به. أذكر مرة من المرات كنت أقدم دورة تدريبية، حضرت عندي أحد الأخوات، إيش قالت لي؟ قالت لي يا دكتور أنا عندي مشكلة. قلت لها إيش المشكلة؟ قالت تخيل أن ابني حتى الآن ما حفظ إلا فقط 7 أجزاء. ترى ما شاء الله 7 أجزاء بس حافظ؟ كم عمره؟ قالت عمره 10 سنوات. ترى عمره 10 سنوات وحافظ 7 أجزاء وتقولي مشكله؟ قالت ايوه. ترى ليش؟ قالت اخوه الاكبر منه عبد الله لما كان عمره 10 سنوات حفظ 10 أجزاء. ترى يعني انت الان تقارنين ابنك الآن هذا مع عبد الله أخوه الأكبر اللي حفظ الآن لما كان عمره 10 سنوات، أدكترين بأن هذا منخفض. طيب لو قارنتي هذا بي أنا المستشار جلست استشيري، لو جتني صعوبات تعلم أنا الآن ماذا أكون بجنبه؟ وبالتالي إحنا أحيانا نقوم بعملية مقارنات ظالمة. هذه المقارنات تجعل أبنائنا يحبطون وتخفض عندهم مستوى تقدير الذات ولا يستطيعون النجاح. أخي الكريم أختي الكريمة، تقبل وحب ابنك كما هو، واعرف تماما أن عند ابنك تفضيل. دائما تذكروا العبارة التالية: ابدأ من حيثما هم وقدهم إلى حيثما تريد. هذب السلوك وتقبلهم كما هم حتى ينجحون في حياتهم. شكرا لكم. بوصلة 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 ما أجمله مثل الغيوم المرسلة بروائع التدريب قد أعطى بليغ الأمثلة من كل فن باقة فاحت هنا في بوصلة بوصلة بوصلة.